صباح الخير مشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم احنا بباب الشيخ وراح نصور اليوم اقدم استاذ علي معمل تورنا. نعم. للحاج تقي تكمشي. حاج علي تكمشي. اي. اقدم تورنا هنا بمنطقه باب الشيخ. تعود الحرب العالميه الثانيه. يعود الحرب العالميه الثانيه سنه 48. سنه 48 يعني بعد ال 45. بعد انتهاء الحرب. بعد انتهاء الحرب. يعني كل الياته اللي تستخدم حاليا هي تعود لتلك الفتره. نعم. والورثه محافظين عليها. نعم. ابا عن جد. صارت هسه للاحفاد نقول. للاحفاد هسه ابا عن جد. نعم. هذا هو الحاج تقي هو اللي لابس الفينه هذه لابس الفينه وهذول اولاده كلهم متوفين هذول اولاده كلهم متوفين وهم بس للاحفاد هسه للاحفاد استاذ علي نقدر نشوفها؟ يلا تفضل توكل والله تفضل سلام احنا حاليا باب الشيخ وهاي الاليات اللي راح تشوفها طبعا راح تتفاجئون طبعا كلها قوايش وتشتغل بنفس الآلية القديمة صار لها حدود تقريبا يعني في 60 80 سنة تقريبا نعم العفو هذه كانت نعم بالبصرة بمنطقة الشعيبة نعم من مخلفات الجيش البريطاني واشتراها شفيق عدس وهم من نفس المكان اللي مشترين بها يعني من نفسه اشتروها من شفيق عدس اللي باع ايضا معدات الجيش البريطاني لاسرائيل واللي انعدم بسببها وهذه جزء من عدها يعني محافظين عليها والباقي راحت انتهت الباقي راحت هذه ايضا جزء من التورنا القديمه لان هنا أنا اعتقد هنا أنا واحد يهودي هنا مكتوب الوكلاء الوحيدون في العراق نعم هذا مكتوب اسمه الياس بحوشي اخوان هذه جزء من التورنا هذا مزرف هذا مزرف نعم شوفوا اخوان هذا المزرف هو يعود لتلك الفتره مو؟ نعم ايوه هذا ايضا يعود لتلك الفتره تشوفون هاي الاليات مالت المسننات وراح نشوف لكم السقف وشلون راح يتحرك ويشتغل كانه خليه مال نحل قوايش قايش مرتبط بقايش وقلت لي كلها من بكره الى بكره كلها مرتبطه بماطور واحد هو هذا بالسقف هذا من سنه 48 لحد الان هذا المطار لا حد مسوي له صيانه ولا حد ولا حد واصله يشتغل لحد الان من سنه 48 لحد الان خلي يسمعون المقاولين اللي يشتغلون هسه هذا دا يشتغل من سنه 48 مطار ومشغل هذا السقف كله قوايش ناقلات من مكان لمكان هاي القوايش تنقل كل المعمل يشتغل كل المعمل يشتغل وهسه راح نشغل لكم اياه على مطار هذا معلق بالسقوف من سنه 48 من سنه 48 شغلنا يا استاذنا العزيز شوف وتفرجوا تفرج والله يعني حد بكره الكبيره شوفها وين البكره الكبيره؟ تفضل 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 شوف هذا تقول عبالك قطار تفضل عباره قطار تفضل هذا الشغل كله تفضل هذا قطار ده يشتغل بالسقف ده شوف هذا ناقل حركه هذا ناقل حركة عبالك خليه مال نحل شوف تفضل با 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 البكرات كم وحدة كم يسال عليه؟ وايد هذا كان المعمل بيه حوالي 10 مكاين بيه 10 مكاين اكثر من اكثر من 10 ايه هسه راح يعشق عن هاي طريق العتلة شوف هاي العتلة صورها اي سلام راح يعشق هاي الطريقة هذا عشق هنا شغلة البكتيريا هاي ها استاذ علي شغلة هسه هاي الشغلة يعني حتى راسنا ماكو اسرع من قبل من اسرع اكو يقدر هذا يبدل هاي بس يقول مو يقول من يبدل القايش هذا يصير بعد زيد مراحل هاي يعني شوف هذه باوع الاليه ثلاث مراحل يعطيكم الصحة والعافية يا جيلنا واهل قبل يعني انتم بنيتوا بلد يا ما ناس استفادت من هذا شغلكم يا ما شغلتم محركات يا ما شغلتوا محركات هاي مال المي اللي تنقل المي سعد علي مكاين الرستن والليستر واشكال مكاين معامل الطابوق الطحين كلها وايد اشتغلتوا على الرستن وايد شنو كان عطلهم ذن الرستن المضخات مال المي نسوي دوش الرستن نسوي ايه نسوي لها دوش ايه مالته الغراض كلها تابعه الى الاشتغال ايه منو جدك الله يرحمه؟ تقي علي تكمتي تقي علي التكمتي اي من اهالي باب الشيخ القدماء انت من اهل بغداد اي من اهل بغداد بس انت بس انت حاليا في باب الشيخ اي واحنا ظلينا الورثه لحد الان هي ما حدا يلا انت الورثه متاع اي متاعين نفس الطريقه اللي كان بيها جدي نفس الطريقه من الاربعينات من 48 47 لحد هذا اليوم نفس هاي الطريقه احنا بهذا الدور استاذ علي ايش راح ندعو؟ ندعو لكل الفضائيات واللي يوثقون
ان يزورون هذا المكان الجميل. أكيد. وهذا اني لو يعني حقيقه المفروض يتحول الى متحف للطلبه الدارسين اللي يهتمون. شلون كانت الصناعه؟ كانت الناس قبل تشتغل؟ شلون وايد الهم سووا هالطريقه هاي؟ ايه يعني اتعجب علي جدي بلاك 647 شلون كونها وشلون سواها؟ ايش كم بكره بالسقف اكو؟ يعني قبل يعني هذه هذا كله عمل الناس. اي استاذ علي شوف حتى هاي البنشه القديمه الانجليزيه استاذ علي. استاذ علي هاي كلها تشتغل تفطر لحد الان تفطر. شوف ناقل الحركه شلون ده يفطر بالسقف كله بقى ناقل الحركه شلون ده يشتغل. تجيب لي هسه خبراء تجيب لي خبراء المهندسين ها استاذ علي. نعم خلي يشتغلون لنا هاي التقنيه. ها تفضل بابا 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 تفضل بابا. شوف ناقل الحركه شلون ده ينتقل. شغل على المزرعه. هذا المزرعه. هذا المزرعه يشتغل على القايش. كله قايش. كله قايش. يعني هذا المعمل كله يشتغل على القايش. على القايش واحد بس على البقره اللي بره المعمل كله. شوف هذا المزرعه من الحرب العالميه الثانيه. لحد الان شغال. هذا شوف بس والله رهيب. شوف هذا المعمل كله ده يشتغل كله بكرات. انت من احفادهم مستمرين انتم بعملكم؟ مستمر لحد الان هذا شغله وهذا ومستعدين اي شغله تتطلب منكم الدوله لاي مشروع. أي مشروع. اي مشروع مهما كان ضخامته تنفذوه. ننفذه وتشتغلوه بكل رحاب الصدر. برحاب الصدر وباخلاص. طبعا اهم شيء الاخلاص والامانه. شوف العراقي من يشتغل باخلاص. طبعا احنا العراقيين خصوصا لازم نشتغل باخلاص. باخلاص متعلمين تربينا هيك تربيت.